بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي طلاب الصف التاسع من المرحلة الإعدادية الدينية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدروس إن شاء الله التي سنشرع فيها اليوم، نظرا لما مرت به بلادنا من هذه الجائحة وهذا الوباء الذي أصاب البلاد. تعطلت فيه الدراسة وتعطلت فيه الجمعة والجماعة. نظرا لهذه الأمور كلها أراد بعض أهل الخير ألا يحرم طلاب الشهادة الإعدادية الدينية من دروسهم، إسوة بإخوانهم الطلاب في المراحل التعليمية الأخرى، فبادر بارك الله فيهم إذاعة التناصح ولنقل مجموعة من الدروس لإخواننا الطلاب في المرحلة الإعدادية الدينية والمرحلة الثانوية الدينية. واليوم إن شاء الله سوف نشرع في أول درس في لطلاب الصف التاسع من المرحلة الإعدادية الدينية. يمكنكم إخوتي الطلاب أن تشاركوا معنا في هذه الدروس أو ترسلوا إلينا الملاحظات والأسئلة عن طريق صفحة قناة التناصح الفضائية لمن أراد له ملاحظة أو أي سؤال، يمكن التواصل معنا عن طريق صفحة قناة التناصح الفضائية. نبدأ على بركة الله في درسنا المقرر لهذا اليوم، وهو باب اليمين. أولا، باب اليمين هذا أحد الأبواب المقررة على الصف التاسع. واليمين هو في اللغة من الدروس، طبعا الدرس اليمين هذا من الدروس المهمة جدا ومن الأمور العملية التي يكثر حصولها بين الناس ويكثر التعامل بها، ويقع كثير من الناس في محرمات ومحذورات بسبب هذا اليمين. أولا سوف نبدأ ببيان حكم اليمين. اليمين كما هو معلوم عند علماء اللغة، يقولون اليمين في اللغة مأخوذ من اليد اليمنى، هذه على أحد معانيه، لأنهم كانوا إذا الناس إذا عاهد بعضهم بعضا في الجاهلية وضع أحدهم يده اليمنى في يد صاحبه اليمنى، فلذلك سمي باليمين. هذا في اللغة. اليمين إذن في اللغة هو مأخوذ من اليد اليمنى. أما في الشرع وعند الفقهاء، وهذا هو الذي يهمنا، اليمين في الشرع هو القسم والحلف باسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، هذا هو اليمين كما هو معروف عندنا. يعني لما نقول يمين حلف أو أقسم، يعني عظم الله سبحانه وتعالى بذكر اسم من أسمائه أو بذكر صفة من صفاته. هذا تعريف اليمين. طبعا بننبه الطلاب أن درسنا وشرحنا حيكون للكتاب، كتاب الصف التاسع الصفحة 78. نعم، حكم اليمين. ما حكم اليمين؟ اليمين
طبعا اللي يتكلم عليه الآن هو اليمين اللي هو القسم باستعمال اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. حكم اليمين أنه جائز، اليمين بالله سبحانه وتعالى جائز ولو لم تدعو إليه حاجة أو يطلب منه القسم أو الحلف، جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يعظم اسم الله سبحانه وتعالى ويقسم باسمه ولو في غير حاجة أو يسأل أو تدعو ضرورة لذلك. فاليمين ابتداء حكمه الجواز. حكم اليمين، أولا الحلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته، وهذا قلنا جائز ودل على جوازه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. إذن وقد يكون الحلف والقسم واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما، هذا حكم اليمين. إذن حكم اليمين أنه جائز أن يقسم الإنسان بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. هنا مسألة، ما الحاجة إلى اليمين؟ لماذا يحلف الإنسان ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى أو صفة من صفاته؟ يحلف الإنسان إما لإثبات أمر، ليؤكد أمر من الأمور فيذكر اسم الله تعالى عليه ليثبته ويؤكد كلامه بهذا القسم، أو ينفي أمر من الأمور. فاليمين بالله تعالى إما أن تكون لإثبات أمر أو تأكيده أو تكون لنفي أمر. قلنا إذن أن حكم اليمين جائز ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أقسام اليمين، أقسام اليمين، اليمين تنقسم إلى قسمين. أول، يمين قسمها الفقهاء إلى قسمين، يمين منعقدة ويمين غير منعقدة. اليمين المنعقدة هي، أولا نبدأ باليمين غير المنعقدة، أيضا تنقسم هي أيضا إلى قسمين، يمين غموس ويمين لغو، وسنبين ما معنى الغموس وما معنى اللغو. أولا اليمين الغموس، لماذا سميت بهذا الاسم الغموس؟ قال الفقهاء لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله تعالى، وهي أن يحلف الإنسان على أمر، شيء وقع في الماضي ويحلف على خلافه مع تعمد الكذب، يعني أمر صار هو يحلف الإنسان أن هذا الأمر لم يقع، أو يحلف على شيء هو فعله أنه لم يفعله مع تعمد الكذب، وهذه هي اليمين الغموس والعياذ بالله تعالى، وهي يمين محرمة وتعتبر من كبائر الذنوب. إذا اليمين الغموس هي كما ذكر صاحب الكتاب، اليمين الغموس هي المتعلقة بشيء وقع في الماضي، وهي الحلف مع تعمد الكذب أو الحلف على غير يقين. أحيانا هو يكون شاك ما يعرفش بالضبط ويحلف، هذه أيضا تعتبر يمين غموس. إذن اليمين الغموس هي أن يحلف على شيء وقع أنه لم يقع، أو شيء يشك فيه ويحلف أنه وقع. مثالها مثلا واحد يسألك يقول لك
هل فعلت كذا؟ أنت فعلت أمر من الأمور، تعرف نفسك أنك أنت فعلته، لكن تحلف بالله سبحانه وتعالى أنك لم تفعل. هذه هي اليمين الغموس، وكما قلنا هي من كبائر الذنوب ولا كفارة فيها. اليمين الغموس إذن كما قلنا هي المتعلقة بشيء وقع في الماضي، أو هي الحلف، وهي الحلف مع تعمد الكذب أو الحلف على غير يقين. مثلا شاك، أنت في أمر أنت شاك هل صار أو ما صارش، مش متأكد، أنت تحلف تقول والله إلا صار، والله إلا قال. وهنا ينحذر أبنائنا الطلاب والناس عامة من هذا، من خطر هذا اليمين. هذا اليمين يعني واقع ومنتشر بين كثير من الناس، فأسهل ما يكون على الإنسان أن يذكر اسم الله سبحانه وتعالى ويحلف. ومن أبسط موقف يصير تجد الإنسان يبادر إلى الحلف، والله لقد وقع كذا، والله لا قال، والله لا فعل، والله ما صارت، وهو يعني مع تعمد الكذب. أبسط مثال الأمثلة الواقعية اللي موجودة في حياتنا، يسألك بوك أو أمك أو أي أحد فعلت كذا، تقول فعلته، والله لا فعلته، وانت تعرف ومتأكد من نفسك انك ما فعلتاش. فهذه يعني مصيبة وطامة كبرى، انك انت لما تحلف على أمر انت متأكد انك ما فعلتاش وتحلف تقول والله لا فعلته، او العكس، او يسألك حد عندك كذا، عندك فلوس، عندك حاجة فلانية، تحلف تقول والله ما عندي، وانت تعرف في نفسك ان عندك. هذه تسمى اليمين الغموس، وهي من كبائر الذنوب وتغمس صاحبها في النار عياذا بالله تعالى. اذا النوع الاول من ناخذها على السبورة لكي تتضح اكثر للطلاب. أنواع اليمين تنقسم اليمين إلى قسمين. في البداية يمين منعقدة ويمين غير منعقدة. شو معنى يمين منعقدة؟ يعني يمين فيها الكفارة، يمين فيها كفارة وتترتب عليها الأحكام. أما اليمين غير المنعقدة هي يمين بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته، لكن ما تترتبش عليها الأحكام، ما فيهاش كفارة. اليمين المنعقدة تنقسم إلى قسمين، يمين منعقدة على بر ويمين منعقدة على حنث. يمين بر، نعرفوا شو معنى بر، ويمين حنث. شو معنى يمين بر؟ يعني هذا اللي بيحلف هو على بر حتى يفعل المحلوف. شو مثالها يمين البر؟ مثلا واحد يقول والله لن أذهب إلى ذلك المكان، والله لن أفعل، والله لن أأكل كذا، أو لن أشرب كذا، ولن أقول كذا، النفي. هذا هو على بر، هو صادق، يستمر صادق وبار في يمينه حتى يفعل المحلوف عليه. مثلا هو يقول والله لن أذهب إلى ذلك المكان، هو الآن بعد ما تكرر اللفظ هذا هو صادق، هو على بر، ما عليه شيء حتى يفعل المحلوف عليه. لو مشي للمكان اللي حلف عليه هنايا نسموه حانت. لما تفعل الشيء اللي حلفت عليه تسمى
حالته ترتب عليك الكفارة، لكن قبل أن تفعل الشيء اللي حلفت عليه أنت تسمى بار في يمينك، وهذا تسمى يمين بر، لها صيغتين يمين البر. فتقول والله لن أفعل كذا ولن أذهب إلى مكان كذا، أو تقول إن فعلت كذا، هي أيضا يمين بر، لأنك أنت بعد ما تحلف لا يترتب عليك شيء حتى تفعل المحلوف عليه، عندما تفعل المحلوف عليه تسمى حانثا، تحنث في يمينك وتترتب عليك الكفارة. إذن يمين البر لها صيغتين، وعندنا أيضا يمين المنعقد، النوع الثاني هو يمين الحنث. شو معناه يمين حنث؟ يعني أنت حانت، لما تقول الصيغة هذه صيغة الحنث أنت الآن مطالب بالفعل، اللي هي مثالها تقول والله لأفعلن كذا، والله لأعطينك كذا، والله لأذهبن إلى كذا، والصيغ المعروفة يعني عندنا في العامية مثلا والله لما نمشي، والله لما نفعل، والله لما نطلع. يعني أنت بعد ما تتلفظ بالصيغة هذه أنت الآن مطالب بالفعل، رتبت عليك التزام، صيغة الحنث رتبت عليك التزام، بعد ما تقولها أنت مطالب بالفعل، ولا تكون بار في يمينك حتى تفعل المحلوف عليه. هذا بداية يعني باختصار، تناخذها إن شاء الله بالتفصيل في الكتاب. هذه بداية أنواع اليمين، إذن هي يمين منعقدة ويمين غير منعقدة. نأخذها الآن من الكتاب، كما قلت في كتاب باب اليمين صفحة 78. أولا ذكر المؤلف تعريف اليمين، قلنا هو في اللغة اليمين في اللغة هي اليد اليمنى، وسمي الحلف يمينا كما قلنا لأن الناس كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يده اليمنى في يد صاحبه اليمنى، لذلك سمي الحلف والقسم بالله سبحانه وتعالى سمي يمينا. تعريف اليمين في الشرع يعني عند الفقهاء قال هو القسم على شيء إثباتا أو نفيا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. الحلف واليمين والقسم كلها بمعنى واحد، وهو إثبات القسم على إثبات أمر أو نفيه بذكر اسم من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته. مثلا يقول والله لأذهبن إلى فلان، وهي حروف القسم كما هو معلوم هي الواو والتاء والباء، يقول والله وبالله وتالله، أو بصفة من صفاته، مرات ما تحلفش باسم من أسماء الله لكن تحلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، مثلا تقول والعزيز الحكيم لأذهبن، والرحمن والحكيم بأي صفة من صفاته، كل هذا يعتبر قسم. واليمين والقسم والحلف كلها بمعنى واحد. حكم اليمين كما قلنا إن اليمين الأصل فيها اليمين أنها جائزة، أنك تحلف بالله سبحانه وتعالى ولو لغير حاجة، ولو لم يطلب منك الحلف أو القسم تقدر تحلف. مثلا أنت تقول في كلام تتحدث مع واحد تقول له والله لقد ذهبت إلى فلان، هو ما حلفكش، ما قالكش احلف ترى والله أطلب منك الحلف، أنت حلفت من غير ما يطلب منك، فجائز الحلف ما دمت صادقا. طبعا ما دمت صادقا فالحلف بالله سبحانه وتعالى جائز. الدليل على جوازه أيضا كما قلنا من جاء في الكتاب في القرآن الكريم وفي السنة، مثل قوله تعالى لا يؤاخذكم الله
باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وهذه هي الأصل، الآية هي هذه الآية هي الأصل في اليمين. أيضا من السنة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وقوله صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من هذا القول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده. هذه صيغة يمين، والذي نفس محمد بيده. أيضا دل على اليمين الإجماع، إجماع الأمة على مشروعية اليمين إذا كان بالله أو بأحد صفاته. بعدين عندنا مسألة ثانية، الحلف بغير الله، الحلف بغير الله تعالى. ما حكم الحلف بغير الله تعالى؟ المسألة هنا فيها تفصيل. فصل علماء المالكية في الحلف بغير الله تعالى وقسموه إلى قسمين. قالوا: إما أن يحلف بشيء معظم شرعا كالنبي والكعبة والملائكة والعرش أو غيره من الأمور المعظمة في الشرع. قالوا: إذا أقسم الإنسان بشيء معظم في الشرع، هنا عندهم قولان: بالحرمة والكراهة، والمعتمد الكراهة، يعني مكروه أن تحلف بالنبي أو تحلف بالكعبة أو تحلف بالملائكة أو العرش أو أحد الأولياء أو أحد الأمور المعظمة شرعا. هذا اختلف فيه المالكية على قولين، بعضهم قال محرم وبعضهم قال مكروه، لكن المعتمد أن مكروه هذا الحلف بالشيء المعظم شرعا. بل لو تحلف بشيء غير معظم شرعا، مثلا رأس السلطان، يقول الفقهاء تحلف برأس السلطان، تقول حق فلان اللي هو حاكم أو سلطان، أو تحلف ببوك وأمك ورأس بوي ورأس أمي وحق فلان، شو الحكمة اليمين هذا الحلف بشيء غير معظم شرعا؟ قالوا: حكمه الحرمة، هذا محرم. الحلف بغير الله سبحانه وتعالى وبشيء غير معظم شرعا هذا محرم. لذلك من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الحلف بغير الله. إذن الحكم الحلف بغير الله عندنا قسمين: إما أن تقسم وتحلف بشيء معظم شرعا، وقلنا هذا إما محرم أو مكروه، والمعتمد أنه مكروه. النوع الثاني تحلف بشيء غير معظم شرعا، كأن يحلف برأس أبيه أو أمه أو رأس السلطان أو فلان أو غيره، فهذا محرم. بل يحلف بغير الله، هل تعتبر يمينة منعقدة؟ هل تترتب عليها أحكام وفيها كفارة؟ لا، تعتبر غير منعقدة. اليمين بغير الله سبحانه وتعالى غير منعقدة، لذلك لا تكون فيها الكفارة. إذن من حلف بغير الله تعالى فيمينه غير منعقدة، واضح. إذن هذا هو حكم الحلف بغير الله تعالى. قلنا ينقسم إلى قسمين: تحلف إما أن تحلف بشيء معظم شرعا أو بشيء غير معظم. الحلف بالشيء المعظم شرعا قلنا فيه قولان، والمعتمد إنه مكروه. من القسم الثاني لما تحلف بشيء معظم بشيء غير معظم شرعا، هذا قلنا محرم. النقطة اللي بعدها هي أنواع اليمين، اليمين بالله عز وجل طبعا أو بصفة من صفاته. كما بينا على السبورة أن أقسام اليمين، اليمين تنقسم إلى قسمين: يمين منعقدة ويمين غير منعقدة. أولا اليمين غير المنعقدة
ومعنى كونها غير منعقدة أنها لا كفارة فيها، ما فيهاش كفارة، يعني ليست معتبرة، ما هيش يمين شرعية تترتب عليها أحكام. تنقسم إلى قسمين، يمين غير منعقدة ويمين منعقدة. وفيما يلي بيان هذين القسمين، أولا اليمين غير المنعقدة، ومعنى كونها غير منعقدة أنها لا كفارة فيها. باشن هي اليمين غير المنعقدة اللي ما تترتبش عليها كفارة وما تترتبش عليها أحكام؟ قال تنقسم إلى قسمين، يمين غموس ويمين لغو. واحد، اليمين الغموس. اليمين الغموس هي المتعلقة بشيء وقع في الماضي. علاش قال وقع في الماضي؟ لأن الغموس أحيانا قد تتعلق بالوقت الحاضر، وأحيانا تتعلق بالمستقبل. فاليمين الغموس غير المنعقدة اللي هي تتعلق بالماضي. كيف هذه يمين غموس متعلقة بالماضي؟ قلنا اليمين الغموس هو أن نحلف على شيء هو على خلافه وعكسه، على خلاف ما وقع. مثلا يسألك واحد مثلا يقول لك أنت درت كذا، وأنت تعرف روحك أنك درت الشيء هذا، لكن تحلف تخاف منه أو لأي أمر آخر، تحلف بالله تعالى أنك لم تفعله، يقول والله لم أفعل، والله ما درت، وأنت تعرف روحك أنك درتها. هذه هي اليمين الغموس، متعلقة بشيء وقع في الماضي. بايش الحكم هذه؟ هذه يمين غير منعقدة، ما فيهاش كفارة، شو حكمها؟ قالوا ليس لها حكم وليس فيها جزاء إلا الغمس في النار، لذلك سميت غموس، وليس فيها كفارة، وهي تعتبر من كبائر الذنوب. إذا اليمين الغموس غير المنعقدة، هي قال اليمين الغموس هي المتعلقة بشيء وقع في الماضي، وهي الحلف مع تعمد الكذب أو الحلف على غير يقين. أحيانا أنت تقعد شاك هل وقع هذا الشيء أو لم يقع، أنت شاك مش متأكد إنه صار، تحلف تقول والله إلا صار كذا، زي اللي ينقل في الأخبار مثلا، اللي ينقل في أخبار من غير تثبت ويحلف، هو مش متأكد، ما شافش بعيونه هو الشيء، أو ما سمعاش من مصدر ثقة ويحلف عليه يقول والله إلا وقع كذا، هذا يعتبر يمين غموس. أو الحلف على غير يقين بأن كان الحالف شاكا أو ظانا ظنا غير قوي، ومع ذلك يحلف مع الجزم. إذن اليمين الغموس أن تتعمد الكذب، تحلف بخلاف الواقع، أو تحلف وأنت شاك مش متأكد، هذا يسمى يمين غموس. مثال اليمين الغموس، قال أن يحلف من عليه دين أنه رده لصاحبه كاذبا. كان واحد يبي منك فلوس ويطالب فيك بالمال هذا وانت تماطل فيه، بعدين في مثلا في مجلس وحاضرين فيه ناس، تحلف قدام الناس وتقول والله لا رديت لفلوسه، تحلف بالله تعالى هيك، وانت تعرف ومتأكد من نفسك انك انت ما رديتش الفلوس، لكن تحلف قدام الناس بس باش هو ما عادش يكلمك على الفلوس، تحلف تقول والله لا رديت لفلوسه، هذا يمين غموس، وهو كما قلنا من الكبائر والعياذ بالله. أو يكون شاك، أو يكون شاكا في رده، أو ظانا ظنا غير قوي، ويحلف على الجزم أنه قد رده. أنت مثلا نسيت، شاك في روحك هل رديت لا ما رديت لاش، بينك وبين معاملات مثلا ما عادش عرفت روحك هل رديت لدينا أو ما رديته لاش، وتحلف تقول والله لقد أعطيتك الدين، تقول له والله لا رديت لك فلوسك، وانت شاك متردد، حتى هذه تعتبر يمين غموس، وهي كما قلنا من كبائر
الذنوب. قال المؤلف: سميت غموسا لأنها كذب وبهتان وتغمس صاحبها في النار، ولا كفارة لها لأنها أعظم من أن تكفر. فنسأل الله السلامة، يعني هذا الأمر واقع كثير بين الناس، اليمين الغموس، أنه يحلف إنسان على شيء هو متأكد منه أنه ما صارش ويحلف عليه أنه صار، أو يحلف على حاجة يعرفها تماما أنه ما فعلهاش ويحلف أنه فعلها. يعني اليمين الغموس هو أنك تخالف الحقيقة والواقع وتخبر بخلاف الواقع، هذا اليمين الغموس، تعتبر يمين غير منعقدة ولا كفارة فيها، وليس لها جزاء إلا النار، نسأل الله السلام. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، إلى آخر الآية. فاليمين الغموس هي يمين غير منعقدة ولا تترتب عليها الأحكام. قال: واليمين والغموس يمين غير منعقدة، لأن المنعقدة هي التي يمكن التحلل منها، والغموس لا يمكن التحلل منها لأنها كذب، زي ما قلنا أنك تحلف على شيء صار في الماضي، أنت تجي تحلف تقول والله لم يحدث، هو شيء وقع وصار، أنت تحلف تقول والله لم يحدث كذا، وأنت بتيقن متأكد أن هذا الشيء وقع وحدث، هذه لا كفارة فيها وتعتبر يمين غير، لأنها يمين غير منعقدة. واليمين الغموس إذن كما قال، واليمين الغموس من الكبائر توعد الله ورسوله عليها بالنار، وكل ما توعد الله عليه أو رسوله بالنار فهو من الكبائر. ففي حديث أمامة أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. يعني اللي يحلف على شيء مش ليه، يحلف كاذب باش بياخذ أرض أو بياخذ مال ليس من حقه أو بياخذ سلعة ليست له، يحلف عليها كاذب، يعظم اسم الله سبحانه وتعالى من أجل أن يأخذ حق امرئ مسلم، هذا توعد الله سبحانه وتعالى عليه بالنار. فسأل أحد الصحابة قال: ولو كان شيء يسير يعني؟ قال: وإن قضيبا من أراك. فما بالك يعني بمن يحلف عليه درهم أو عليه دينار، عليه عرض قليل من الدنيا، تجد كثير من التجار وغير التجار يعني يحلف من الصبح لليل، هو يحلف التاجر هذا والله لا هذا راس مالها، والله لا ما فيها إلا ربع، والله ما عندي وراك إلا فيها إلا جني، والله لا هذا راس مالها، تجد الأيمان هذه الكاذبة، هذه تسمى يمين غموس تغمس صاحبها في النار، وهي من الكبائر والعياذ بالله تعالى. هذا اليمين الغموس، أم تقولنا تعتبر يمين الغموس غير منعقدة؟ قلنا إذا تعلقت بالماضي، كانت في الزمان الماضي، يعني تحلف على شيء وقع، تحلف تقول أنه لم يقع، أو العكس شيء لم يقع وتحلف تقول والله لقد وقع كذا أو حدث كذا. هذا اليمين الغموس. النوع الثاني يمين اللغو. شو معنى اللغو؟ تحلف على شيء تعتقد وقوعه، أنت جازم تحلف على شيء تعتقد وقوعه أو عدم وقوعه، بعدين يتبين خلافه،
قال: وهو أن يحلف الحالف على شيء يعتقد وقوعه أو عدم وقوعه فيظهر خلاف ما اعتقده. مثلا أنت متأكد أن مثلا شيء واحد سألك عليه بوك مثلا، لكن أدل عليه بوك، قلت له أبوي مش موجود، متأكد أنت في بالك أن أبوك مش موجود، طلع قال لك أكد عليك وقال لك شوف لي ندين عليه بوك، حلفت له قلت له والله ليس موجودا في البيت، قلت له والله ما هو قاعد في الحوش، أنت حلفت وإنك وأنت متأكد لأنك أنت ريت بوك طالع مثلا. بعدين لما دخلت للمنزل لقيت بوك موجود، مش نسموها اليمين هذه، هذه نسموها يمين لغو. علاش؟ لأنك أنت لما حلفت أنت متأكد ومتيقن. وش اللي خلاك تتأكد وتتيقن أن أبوك مش موجود؟ أنك أنت ريته طلع، فحلفت قلت والله ليس موجودا في البيت. بعدين لما دخلت للبيت أنت لقيت أبوك موجود، هذه نسموها يمين لغو. هذه نسموها يمين لغو. إذا لما تحلف على شيء أنت متأكد منه، متأكد من وقوعه أو من عدم وقوعه، بعدين بعد ما حلفت تبين لك أن الأمر هذا بعكس ما حلفت أنت، هذه نسموها يمين لغو أيضا، وهي يمين غير منعقدة. ولما نقول يمين غير منعقدة شو معناها؟ معناها ما فيهاش كفار. اليمين غير المنعقدة هي التي لا عليها أحكام وليست فيها كفارة. باي شن فيها اليمين غير المنعقدة؟ بالنسبة للغموس هذه من الكبائر تعتبر، وصاحبها يغمس في النار. باي اللغو، واحد أحلف على شيء يحسابه صار، لف قال والله إلا صار كذا وكذا، بعدين تبين له أنه ما صارش، هذه نسموها يمين لغو، لا إثم عليه فيها وليس فيها كفارة. إذن اليمين غير المنعقدة قلنا تنقسم إلى قسمين، يمين غموس ويمين لغو. قال: ويمين اللغو لا إثم فيها ولا كفارة لها، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا هو اللغو، وأنك تحلف على شيء تحسابه صار، تقول والله لقد وقع كذا، بعدين بعد ما حلفت تبين لك أن كلامك غير صحيح، ظهر لك خلاف ما أقسمت عليه، هذه تسمى يمين لغو لا إثم فيها ولا كفارة لها. هذه اليمين غير المنعقدة. إذن اليمين الغموس إذا تعلقت بالماضي، ويمين اللغو. القسم الثاني من أقسام اليمين هي اليمين المنعقدة، وهذه هي اليمين التي تترتب عليها الأحكام وفيها كفارة. شنو هي اليمين المنعقدة؟ قال تعريفها: اليمين المنعقدة هي ما كانت متعلقة بالمستقبل. مثلا تحلف على شيء مستقبل، وكما بينا يعني أن اليمين المنعقدة تنقسم إلى قسمين: يمين بر ويمين حنث. اليمين البر لها صيغتان، مثلا تقول والله لا أفعل، أو والله إن فعلت، هذه تسمى بر. وعلاش قلنا تسمى بر؟
لأنك أنت بار في يمينك، يقول والله إن فعلت كذا مثلا، يقول والله إن فعلت، الغرض منها هو الحث على عدم الفعل. وأيضا الصيغة الثانية تقول والله لا أفعل، في هاتان الصيغتان تسمى صيغة بر، يعني أنت عليك شيء وبار في يمينك. وأيضا عندنا الصيغة الثانية هي صيغة الحنث، اللي هي مثالها تقول والله لا أفعلن، بتحط نفسك على الفعل، أو والله إن لم أفعل كذا. هذه هي اليمين المنعقدة. إذن اليمين المنعقدة لها صيغتين، إما أن تكون صيغة بر وإما أن تكون صيغة حنث. اليمين المنعقدة قال هي ما كانت متعلقة بالمستقبل وتجب بسببها كفارة عند الحنث. هذه مسألة يعني تبي تفصيل، شيء من التفصيل، صيغة البر وصيغة الحنث، ومتى يكون بارا في صيغة البر، ومتى يكون حانثا، ومتى يبر في صيغة الحنث، ومتى يكون حانثا. هذا التفصيل في اليمين المنعقدة نرجئه إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم. وفي هذا القدر كفاية، والله أعلم. طلابنا الأعزاء، اللي عنده سؤال أو عنده ملاحظة يتفضل بإرسالها على صفحتنا، صفحة قناة التناصح الفضائية، أو على صفحة مدرسة براوي، لإن شاء الله نجيب عنها في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وفقهنا في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Huh?